وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بهجة الطلب في آداب الطلب للشيخ صالح بن عبد الله العسيمي وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الإحكام ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله طرا بلا تناهي. وبعد ذي أجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة للؤلؤ تعز أو المأمون ونصها المجري للعيون. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب في صدره وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية. وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب. الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير قول بعض المقت ففي كثير قول بعض المقت فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق. أزر به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر مما علمت والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر ففهمهما والذهن منك حاضر. وللكلام أول وآخر ففهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضة بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب. ففهم هداك الله آداب الطلب. أبياتها مع الزيادات التي حبرتها بأربعين عدتي.